نحن كنا ننتظر للسياسيين أن يبدلون خططهم، وكنا ننتظر الشعب جوعان، والشعب هسه الآن مثل التنور يفور، خافوا من سطوة الشعب، خافوا الشعب ليطب لبيوتكم ويسحلكم، انهم تتعاركون على المناصب وعلى الحصص، ترى الشعب مو نايم مو مستخفل، أنتم تقودكم 4 دول ندري كل زين، إيران وأمريكا وبريطانيا وفرنسا نعرف، بس الشعب أعلى سطوة بالعالم هو الشعب، هو الدستور، هو الوطن، هو العراق. ارجعوا إلى غيظكم، ارجعوا شوفوا الشعب، مطلبات الشعب، ارجعوا إلى ما أنتم مو مسلمين، أنتم ما عندكم ضمير، أنتم ما عندكم أخلاق، أنتم ما عندكم وجدان، أنتم من يا ملة. راح أقول لكم يا رسالة إلكم، الزعل من يختار يدور على غيظة، والجرح من يلجم ضده الباقي جروحه، والعاشق أرض الوطن ما ينتبه لجروحه، والعراق علم إذا رفرف المطر أبدل فلا يلوحه، والعاشق أرض الوطن ما ينتبه لجروحه، والسيف الباقي بالغمود لازم يزنجر حتى لو تحط روحك بروحه. ها لو تمطر دان نطبيها، لو تمطر دان على كيفكم يا شعب، انتوا أمناء الشعب مو لصوص مو حرامية، انكم تتعاركون على منصب النفط على وزارة الداخلية، ما عيب عليكم، الفائز توخرونه والفاشل تجيبونهم، هذا برلمان غير شرعي، واحنا نرفض السوداني مال ابوه معدوم كذب، ابوه بالعمارة انسحق ببايسكل، اسأل اهل العمارة سحقه طبيب، وين عندهم بحزب الدعوة هالكذب هذا؟